جماهير تل أبيب تهاجم أشرف حكيمي. يتعرض أشرف حكيمي لصيحات استهجان من طرف الجماهير الإسرائيلية في ملعب بلانفيلد بتل أبيب، حيث تقام مباراة السوبر الفرنسي التي تجمع بين نادي ليل بطل الليغا واحد وباريس المتوج بكأس فرنسا. وتهاجم الجماهير الإسرائيلية ظهير باريس سان جيرمان حكيمي كلما توصل بالكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية التي كان دائما يساندها ويدافع عنها ولا يزال. ويذكر أن باريس سان جيرمان متأخر في النتيجة حتى صدور هذا الفيديو بتقدم ليل بهدف دون رد.